محمد، مين اكتر ناس دعمتك انك توصل للفاينل ان شاء الله كده في ذا شو النهارده؟ طبعا صحابي وكابتن بتاعي. تمام. اخر نصيحه قدمها لك الجوجز في الاوديشن الاول كانت ايه واشتغلت عليها ازاي؟ قال لي طريقه العرض و الابتسامه، اضحك، ابتسم كده، واللي انا اضحك في الطرف العرض ان شاء الله. تمام. شايف عرضك هيتميز بايه دلوقتي على الستيج؟ ان شاء الله انا جاي افرح نفسي. انت جاي تكسر على طول، انت جاي تنهيها على طول. محمد مرسي مالناش دعوه بالكلام ده، مالناش دعوه احنا كمان. محمد مرسي رقم 16 ذا شو. محمد مرسي كنت هايل، هايل يا محمد. برافو، اداء رائع، بس اكيد لازم نعرف راي لجنه التحكيم في ادائك، ونبتدي المره دي بياكو. What do you think about his performance? Is he better than the audition? Hello Mohammed. Yes, I think you've done well. You carry your muscle very well. You've got a very very good physique. I would just like to have you to be a bit more confident. Thank you. Okay. بيقول بس ان انت كان ممكن يبقى عندك ثقة بالنفس اكتر، لان انت عضلاتك وحركاتك متمكن بيها جدا، فبس تبقى تركز على موضوع انك تبقى مرتاح على المسرح اكتر من كده. Lazar. I would have to say this, the same thing as Jaco. That his physique is really great, but he needs to be more confident and maybe moving more on stage. Moving more on stage. Yeah, yeah. Okay. And about his smile, was it good? His smile was good. Yeah. Okay, great. ضحكتك كويسة، بس كان ممكن تتحرك على المسرح أكتر، ولأن مقاومات جسمك هايلة، فحاول تشتغل على الجزئية دي شوية محمد أكتر. Sergey. Hi. Your conditioning is very good. You are so dry. I think that you need to improve your back, your lower back. In this way, you can. Your symmetry will be better. The lower back? No, the lower back. 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 Okay, great. جسمك هايل جدا، بس محتاج تركز على اللور باك وكل حاجة. أنا شايف بالنسبة لي الحقيقة كنت بالنسبة لنا أكيد هيبقى هايل يا نو. طبعا. ما فيهاش كلام. Anyway, amazing body. Okay, thank you, Sergey. بيقول لك غير كده جسمك هايل. Laura, what about you? Mohammed, I think you have a very marketable look. A great physique, good symmetry, definitely need more confidence, and maybe a lighter color. Okay. لون ممكن تفتح شوية، وبخصوص ثقة بالنفس برضو هي شايفة زي بقية لجنة التحكيم، محتاج تكون مرتاح أكتر. يعني خد نفس كده قبل ما تطلع واستمتع. أيوة بالضبط كده يا محمد. نعرف رأي آخر حد من لجنة التحكيم، وهو تافي. What do you think about his performance? Performance was great. I would like you to move around a bit more, maybe interact more, smile more. You have a very commercial look, so that's music. Good. It's very important. You just have to keep going, improve your charisma and your performance. And the music was fine with you? The music was fine. Okay. Yeah, I love that epic stuff. It's good. Okay, great. مبسوط باختيارك للأغنية، مبسوط بتحكيتك، برضو محتاج بس تشتغل على موضوع الثقة بالنفس. تافي المرة اللي فاتت كان علق على موضوع الابتسامة، واللي أنا أهتم اللي أنا أرفع رأسي فوق، واللي أنا ما أبصش على عضلاتي، وإن شاء الله أنا زبطت الموضوع ده. أنت مشيت على التعليمات وإحنا واخدين بالنا، واللجنة الحكم كلها واخدة بالها إن شاء الله. عايز أسألك سؤال بس بسيط إن شاء الله، لو كسبت
هتعمل ايه؟ هتكمل بقى في اللعبه دي ولا ناوي نعمل ايه؟ اكيد طبعا. انت بتتمرن بقالك قد ايه؟ انا عندي 18 سنه. انا باحساسي ان انت بتتمرن وانا عندك 3 سنين دلوقتي. عندك كام سنه يا محمد؟ 24 سنه. 24 سنه. بنتمنى لك التوفيق.